اختلف اهتمامات الناس بالمباراه القمه كمان اختلف الى حد كبير. وحشك المنظر ده كابتن؟ طبعا اكيد وحشني، واعتقد لو سالت اي لعيب دلوقتي موجود اللعيبه يعني وحشها كمان الصوت دوت داخل الملعب. وصدقني من الحاجات اللي اثرت علينا وعلى منتخب مصر عدم وجود الجماهير في الملاعب، ودايما خلاص بقالنا فترات طويله الصوت الهادي جوه الملاعب. كره القدم ما فيهاش متعه غير بصوت الجماهير، صحيح، واحنا عشنا الكلام ده. فحاجه للمباراه، مباراه دايما الاهلي والزمالك اكيد مباراه بتبقى مباراه تاريخيه، يعني بيبقى الناس كلها منتظره هذه المباراه. النتيجه حتى لو النهارده مش فارقه في او ما بتحسمش الدوري بشكل كبير، لكن ما زالت مباراه مهمه على مستوى الجماهير ما فيش شك. فعايز اقول المباريات المهمه جدا. بص يا كابتن هاني معلش اسف المقاطعه، ولكن بص واحد من ذوي الهمم من جماهير نادي الزمالك بيتصور مع الكابتن محمد الشناوي. طبعا هي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها، هو ده اللي بنتكلم عليه. بعيدا عن عمليه التعصب، بعيدا عن عمليه، هتلاقي يعني كتير جدا من الناس من الزمالك بيحبوا اهلاويه وهكذا، واحنا كنا عايشين القصه ديت. يعني فاكر معسكرات المنتخب يعني حتى مثلاً في المباراه، حتى في المباراه نفسها بننزل، ولما بننزل في تنشنه شويه، لكن الضحك والهزار. في لقطه حلوه قوي قوي الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته وراحوا حي الجماهير. اللقطات ديت